حصاد الجنوب، أهلا بكم. استقبل الرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض كلا على حدة وزراء الخارجية أحمد بن مبارك والدفاع اللواء محمد المقدشي والداخلية اللواء إبراهيم حيدان. وقدم الوزراء التهاني للرئيس الزبيدي بتشكيل مجلس القيادة الرئاسية مؤكدين التزامهم الدائم بتوجيهاته وقيامهم بمهامهم الوطنية المناطة بهم. وفي السياق، استقبل الرئيس القائد عيدروس الزبيدي وفدا من مشائخ محافظة مأرب اليمنية، وعبر الرئيس القائد عن شكره وتقديره لمشائخ مأرب مؤكدا أن قيادة المجلس تحملت مهاما جسيمة وتأمل أن تتكتف الجهود بما من شأنه الوصول إلى سلام دائم يؤسس لمستقبل آمن ومزدهر للجميع. واستقبل الرئيس القائد عيدروس الزبيدي اليوم أيضا اللواء عبد الوهاب الوائلي محافظ محافظة إبل اليمنية، وقدم المحافظ الوائلي تهاني للرئيس الزبيدي بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي مشيدا بالنجاح الكبير الذي حققته مشاورات الرياض، ومؤكدا التزام إدارته بكافة توجيهات قيادة مجلس القيادة الرئاسي واستعداده وكل موظفي السلطة المحلية في محافظة إبل لتنفيذ المهام المنوطة بهم. دشنت اللجنة العليا للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمجلس الانتقالي الجنوبي يوم السبت توزيع السلال الغذائية على أسر شهداء الجنوب. وفي التدشين تحدث أسامة بن بريك رئيس دائرة الشهداء والجرحى بكلمة عبر من خلالها عن شكره وتقديره للرئيس القائد عيدروس الزبيدي على رعايته ودعمه تقديم السلال الغذائية لأسر الشهداء، مشيرا إلى أن عملية التوزيع ستشمل محافظات الجنوب كافة. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.